أثار التدخين، نزلة التدخين، إيه أثار التدخين على القلب، وتوعية اللي حضرتك تقدر تقولها. وطبعا عايزين نتكلم برضو في جزء عن السيجارة الإلكترونية والكلام ده كله. لا في كلام كتير يتقال، بس احنا بسرعة بسرعة. طبعا مفيش خلية من خلايا الجسم ما بتتأثرش بالتدخين. تمام. حاجة مهمة قوي في موجودة في السجاير وفي الشيشة وفي كل الحاجات اللي بتتحرق بس مش موجودة في السجارة الإلكترونية هي الكربون مونوكسيد. أول أكسيد الكربون ده مادة سامة بتنتج عن حرق أي حاجة، فالتلوث اللي موجود العادي في الشارع برضه ده حرق فيها كربون مونوكسيد. بس لما باخدها انا بقى بسيجاره او بشيشه، طبعا الشيشه محتوى اكتر فحم والكلام ده، فبيطرد الاكسجين من جسمي مؤقتا وبيرجع الاكسجين يطرد هذه الماده. طول ما الواحد عمال يدخن ويروح فبيحصل نوع من انواع نقص الاكسجين المزمن بنسميها احنا كرونيك هايبوكسيا. فالخلايا الجسم بتحصل فيها شيكوكه مبكره، الجلد، البشره، الشعر، الضوافر، السنان، الاعضاء التناسليه، طبعا من اهمها طبعا القلب، لان قصور الشريان التاجي احد الحاجات بتاعته ان نقص الاكسجين الواصل لخلايا القلب عن طريق الدوره الدمويه. التدخين فيه حاجتين، النيكوتين بيقلل او بيعمل ضيق في الشرايين وبيعمل سرعه في ضربات القلب مع نقص الاكسجين، فاحنا بنعرض كده القلب لثلاث حاجات في نفس الوقت قاتله. عشان كده كمان احنا مثلا في حاجه زي رمضان، واحد بقى له فتره طويله 16 ساعه ما بيدخنش، بيشرب سيجاره بعد الفطار على طول، بنشوف على طول عدد كبير قوي من حالات جلطات القلب اللي بتحصل بسبب السيجاره اللي بعد الفطار دي. الجسم نضف لفتره طويله، خدت جرعه السيجاره اللي انا مستنيها من الصبح وخدتها بعد ما بفطر من غير ما جسمي يبقى فيه ميه واشرب والكلام ده، ممكن بنشوف الموقف دوت ضربات القلب لما تزيد ونقص الاكسجين والكلام ده بيسبب جلطات طبعا مباشره او كسور الشريان التاني. وطبعا لو حد عنده بقى عيب خلقي في القلب، ارتجاع في الصمام الميترالي، اي حاجه، الموضوع طبعا بيبقى اكثر. وطبعا الناس اللي عندها طبعا ضغوط في عضله القلب اكيد التدخين سيء، لان طبعا هم على شفا حفره من الهبوط او المشاكل اللي عندهم. فليس تهريج وطبعا ان احنا يعني ما نشتغلش عليها، لازم كل الدكاتره تشتغل عليها، لازم كل المرضى اللي عندهم واللي ما عندهمش مرض في القلب ياخدوا بالهم قوي ان السيجاره القادمه ممكن تكون السيجاره القاتله. لان ما فيش حاجه بتموتني، ما فيش حد بيشرب سيجاره وبيموت على طول او قليل. انما الموضوع تراكمي، ممكن السيجاره اللي جايه ديت اللي هشربها مع 100 سيجارة ولا 200 سيجارة ولا 20 سنة ممكن تكون هي اللي مسببة لجلطة القلب، وقد ربنا يساعدني وعدي من هذه الجلطة أو الله أعلم أخش في اتجاه آخر. فما هياش تهريج، كل واحد لازم ياخد باله. والغريب إن الواحد بيصرف فلوس عليه علشان يموت نفسه. فهي فيها شيزوفرينيا، وللأسف بعض الدكاترة حتى بيدخنوا برغم هذه المعلومة، لأنها هما الدكاترة برضو بشر أكيد. ممكن يغلطوا وممكن ميبقاش عندهم الوعي الكافي، بس نتمنى ان المنظر ده ما يبقاش موجود، ومش عشان دكتور بيدخن يبقى انا لازم ادخن. اكيد. طب سؤال اخير، هل السيجارة اسوأ ولا الشيشة؟ خلينا نقارن بقى، نوسع الموضوع شوية التلاتة بقى، هل السيجارة ولا الشيشة ولا السيجارة الالكترونية؟ تمام. عشان نغطي موضوع السيجارة الالكترونية. اوكي. طبعا معروف ان هو جلسة شيشة واحدة، يعني واحد لمدة ساعة بيدخن شيشة، هي نوع بقى تفاحة معسل موزة وطغر، بتعادل من حوالي 20 ل 100 سيجارة، لأن في فحم، في مواد بتضاف على المعسل اللي هو العسل أو المولاس، في مواد بتضاف على طبعا التفاحة والحاجات الروشة دي التانية. وطبعا الحرق بتاع الفويل اللي هو ورق ألومنيوم بيزود طبعا الموضوع، فاحنا بنقول من 20 ل 100 سيجارة حسب حجم الحجر حسب النوع. هندخل بقى الشيشة والسيجارة الإلكترونية والأنواع الإلكترونية الأخرى، في أنواع كتيرة، آيس تيكي وآي شيشة وحاجات روشة جدا يعني. طبعا ما نقدرش نقول طبعا إنها بديل خالص آمن، لأن احنا ما نعرفش المحتوى فعليا، لم تصل الدراسات إلى المحتوى الحقيقي ليها. وتاني حاجة اللي بيدخنها غالبا يا بيكمل فيها يا بيرجع للتدخين تاني لأنه لسه مرتبط بالعادة. بالإضافة للحاجة الأهم، دلوقتي احنا بقينا نشوف شباب وأطفال وسيدات ما بيدخنوش عمرهم دخلوا في تدخين السجائر الإلكترونية
اول مره عجبهم دخولهم ليها، لانها روشه، الدخان اللي طالع كتير، ريحتها حلوه لذيذه، طريقه جديده. فاحنا بنتمنى ان احنا نخلص من هذه البزازه، سواء بقى الشيشه او السيجاره او السجائر الالكترونيه، وتستمتع بحياتك وتستمتع بصحتك وتبعد الخوف عنك. اكيد في ناس ممكن ما بتدخنش تحصل لها مشاكل في اكيد، بس ده اللي في ايدي، اللي في ايدي ان انا اخلص منها، انما الحاجات اللي حواليا والتلوث والاكل اللي مش مظبوط والكلام ده مش في ايدي، فاعمل اللي عليك والباقي على ربنا. على الاقل ما زودوش. بالظبط كده. اوكي، ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور، تشرفنا بلقائك النهارده.